والسلام عليكم ومرحبا مرحبا مليون. هاي المدينة في قناة خليل جيمنج. اليوم بسوي مدينة جديدة، ما بسوي فيها اي مواصلات، هاي بسميها مدينة القطارات. تعتمد المدينة ان ميزانيتنا حلوة، ياسين نسوي مدخول جميل، فبسوي مدينة كبيرة فيها تجارة. حلو، التجارة هاي اعتمادها على الصادر والوارد، وعندنا مصانع هناك، بنسوي مصانع هني، لابد بنسوي هالجزء مصانع هني، يعني هالجزء راح يكون دائما. انا ظالم المصانع في الشوارع على فكرة، وكل مرة اقول بسوي لهم شيء احسن وما ابغى، احس ان هذا وايد عليهم. زين، بسوي لنا مصانع هني، مصانع مربعات دايركت، مربعات لا ماشي بحر ولا غيره. مساكين اللي عندي انا يون يبون يفتحون مصانع، والله مره بس والله المنطقه ترى فنانه حكم على فكره، وايد حلوه المنطقه تكون كافي خليل جيمنج، هي منطقه وايد حلوه حكم. بنسوي لهم هني مش ون واي تو واي، بس هني ما في مواصلات غير طريقه واحده للمدينه. المواصلات مال المدينه هني بتكون بشكل اساسي بعد بسويها الصناعيه هاي، بسوي الصوب الثاني هناك المدينه نفسها. عندي فلوس بس ما بخسر كل فلوس شوارع، تبون الصدق ماشيين على راحتنا في سلسله، ما بخرب ابو السلسله. تني خربت الارض صح، خربت الارض كانت حلوه وخربتها، خلهم يتحملون عادي، صناعيه عادي. انزين، ونبى نسوي هني شو؟ هني بنسوي لا، هاي مدينة بتكون، شوفوا المدينة لازم ادلعها انا، ما شوارع بعد تشوفوا شيار ودنيا اغلى شيء قمت اسوي، بس المدينة خلها قريبة، ليش وايد بعيدة عن الصناعية؟ بعدين اذا امتديت في المدينة اقدر شو اسوي؟ اقدر اخليها موصولة في الصناعية بالطريقة هاي. حلو، الصناعية اللي بيكون فيها وايد شغلات حقي انا، على فكرة انا قاعد احط شوي خطوط عشوائية، مش عشوائية بس ما بخليها متساوية، ما بخليها متساوية لا. المدينة هاي بنعتمد فيها طبعا، التكتيك هذا حلو وارخص من تكتيك السلسلة اللي قبلها، وايد ارخص. ليش؟ لانه يوفر لنا فلوس وايد، كنا نسوي شوارع كبيرة وايد الاول، اكتشفت الموضوع كله مش محتاج شوارع كبيرة، هاي منطقة تجارية في نص الصناعية ونص منه نص السكنية. بجرب بفصل بشوف الزحمة اللي بتستوي بينهم، انا متأكد بتستوي زحمة فبمكس على الاغلب، بشوف شو بسوي، بشوف شو بسوي. الحين هني بيكون لها انتاج طاقة بروحه حاليا، بعدين بوصل لهم هناك. بس طريقة المواصلات هني كيف راح تكون؟ طريقة المواصلات هني راح تكون عن طريق القطارات بشكل اساسي، شغل القطارات غصب. الحين استوى شغل القطارات غصب على فكرة، مع ان اظن الشارع الرئيسي غلط احط فيها الكثر شو وصلات، بس بما انه هي غلط بيوقف الشارع، الشارع ما بيوقف، خلى الشارع لا يوقف، لان هالشارع بيكون شارع رئيسي فلا يوقف احسن. بنحط قطار على طول، قطار ما في تفاهم، اللي هو مش كارغو، ناس نبى قطار حق منو؟ حق الناس. حلو، قطار الناس هاي لحظة، انا باب بالعكس جالس يسحبني غصب على كيف الصوب الثاني. يا اخي انا ما بصب، ما بصب الثاني يا اخي، خلاص بحط خط عادي. هو يبغى بالطريقة هاي اصلا الجيم. زين، بس اللي بمدله من تحت شو؟ الماي، لان البحر هناك بعيد، المدينة هاي لازم بحر. انا اتصور اذا حفرنا ما فيه الكفاية ممكن اطلع بحر انا، ولا ممكن نسوي شانل حق ماي هني اجباري. والله خطه حلوه،
إذا هالمكان استغله أسوي فيه شانل ماي طويل، وبيكون شيء الصراحة، بيكون شيء يعني شيء وايد حلو، very nice بيكون، very very nice. زين بسوي طاقة شمسية هذه المزرعة، هي كم توفر لنا؟ مش ثابت، أنا أشوف إن هذا أفضل منه، لأن يطلع لي 240 ثابت، لأن فيه بطاريات كبيرة. هذا ما فيه إلا noise pollution، بس بعد النويز بلوشن بيسوي لي شوية مشكلة. هذا زين مكانه، بسوي منطقة صناعية كاملة ضخمة. عادة مشكلتهم الناس في الضخامة هاي. زين بنسوي تجارية في الوسط، حلو، وبنسوي سكنية، وحدات سكنية هني بعدنا، السكنية بعدنا، خلي وحدات سكنية أكثر، وبنسوي وحدات تجارية هني، بنمد الشوارع هني. هاي مدينة بعتمد فيها اعتماد المواصلات أكثرها على القطارات، لين يطلع لنا مطار، يطلع لنا مطار بنطور يعني. ممكن إذا شفت الميزانية زينة والمدن ماشية أوكي وهاي الأمور، ممكن أنا أسويها بعد شو؟ لحظة، ممكن أنا بعد أسويها هاي في نفس الوقت. أوكي، هني الحين بحط ببدأ أحط خدمات على فكرة، ما بخلي المكان غير خدمات. أبا مركز شرطة كبير، أبا مستشفى كبير، واللي بيكلفني وايد على الأغلب مستشفى كبير. نبى مقبرة جنب المقبرة، هذا نبى نحط لهم جيم، اوكي. نبى نحط لهم مطافي كبير، اذا استوى جنب، ايوه حلو، خدمات جنب بعض حلو. نبى نحط لهم ملاعب، انا احب الملعب هذا، ملعبين كرة سلة. سوي لهم جابانيز جاردن، من جابانيز جاردن هذه تعيب، من جابانيز جاردن احس شي هاي كلاس، ما اعرف ليش بس استانس على جابانيز جاردن صراحه. نسوي لهم كرنفال صغيرون، هذا بعد خطه على اساس يوصل كهرباء في بعضه، تجي من غير ما تدرون، او انه يعني حركات ما حد شاف. وهذا تكون توصلت المدينه، هاي اشتغلت المدينه، اشتغلت ابي يشتغل هذا عادي، مش على كيفه، لكن راح يشتغل. سوي مكاتب هنا على الشارع، الشارع هذا يمكن كله سوي مكاتب اصلا في كل الاحوال. وبسوي عندي مدرسه، مدارس، هاي مكان حلو اصلا، بكبر احب مدارس، مجمع مدارس. نسوي مدرسه ابتدائيه، مدرسه ثانويه، خلصت فلوسنا على فكره، خلها شوي نسرع الوقت نطلع فلوس. وبسوي جامعة، جامعة 75,000، الحمد لله. سوري. انزين نتفاهم مع المدارس عقب، الحين نبغى مواصلات شوي. انزين بنسوي محطة باصات جرين، طبعا الباصات فيها نويز، لكن خلها وسط الصناعية. زين وهدفها نوصل الصناعية، بسوي المنطقة كامل وقفات باصات، حتى اللي راح ينبني، لان هاك اللي راح ينبني، بس الطلب راح يزيد راح ينبني. حلو، في هني مو هي الكفاية، بس بسوي أكثر من خط كالعادة، أساس الزحمة ما تنجبر في خط واحد. زين، هذا المفروض يكون كفاية يعني كبداية، وايد ترى على فكرة مش شوية. ما أعرف إذا بسوي هاي واي لين هناك شارع الصراحة، ما أعرف،
للحين ما بأسوي، لكن شوفوا خطوط الاختيارات ممكن تنتقل ما بين هالبين على فكرة، يعني ما عندهم مشاكل. وهاي يمكن إذا في اختصار ولا شيء ولا زحمة ممكن يساعدهم إن هاي النقطة هاي تكون شو موصولة هني. ما بسيده يا ابو شوي مايل سيده في منطقة، إذا مايل في هني شو ترين الحين بيروح بيرد داخليا خارجيا، ما راح يقصر يعني، ما راح يقصر يعني، أموره طيبة. نبى كارغو بعد، نبى شو يقولون السفر؟ 60,000 حلو، 60,000 زين، 60,000 زين نقدر نجيب الحين 60,000. نجيب نحطيه وين هذا؟ هني في الوسط. هذا ما مدري خط كهرباء، لحظة ما مدري ماي عنده كهرباء، ما مدري نشوف سكة حقه من هني، سكة حقه من وين؟ من هني، على اساس هذا بيجيب السامان. عقب مع الزحمة بمد اثنين غير، بشوف اذا محطة القطارات، لان شكلها محطة القطارات هاي اصلا كبيرة مو صغيرة، كبيرة. عندنا شغلة ثانية اللي هي ملتي بلاتفورم ستيشن اند اوف ترين وذ 12 بلاتفورمز، ايش بلاتفورم كان هاف سيبريت تراكس كونكتد الاوز. ممكن نسوي شغلات ثانية الحين، ممكن ندخل كم قطار نحن هني، وممكن ندخل وايد 12 قطار يقولكم. ممكن نسوي بلاتفورم ملتي بلاتفورم حق هذا بلاتفورم اند ستيشن ترين ستيشن، وهذا صورة باسنجرز ايزلي كان جيت اوف لاينز. الاثنين باسنجرز، بس شو الفرق بينهم؟ هذا 12 بلاتفورم وهذا 12 بلاتفورم. اند ستيشن، هاي ترين ستيشن، هاي هي شكلها غير. هتصدقوني بالي واحدة منها هني بدل هاي محطة القطارات صغيرونة. هاي ممكن والله حلوة إذا بسوي في نص الزحمة، بدل ما أسوي مليون قطار ترين ستيشن سوي واحد، يعني هذا بيخدم وايد ناس القطار، لأنه شيء وايد ناس بيكونون. يعني ممكن دمر، خلنا نسويها، خلنا نسويها دام عندنا فلوس. يس يس يس، اسف اعرف زعلت، بس هذا مشروع كبير شوي، برد بخليك تستانس لا تخاف. انزين اوكي فنان. بس لا، يبالي مسافة أكثر أتصور. إنزين، خلنا نسوي لنا محطة قطارات طيبة. مو بأحسن شكل في العالم الصراحة، مو بأحسن شكل في العالم. ممكن اسوي وايد شغلات افضل، ممكن اسوي خط سيده واحطيه هنا وهذا. ف لحظه، مو اوكي، ممكن نسويها بالطريقه هاي. وفي كل الأحوال ما راح يطيع نسوي بالطريقة العادية، لازم نسوي حق نفسه يوتير.
ولا لفة شوي أساس القطار يعرف يلف. فسالفة إنه يركب سيدة هاي أنا لازم أنساها أصلا. لكن شو ممكن أسوي؟ هذا يكون نفس شو دوار الاختبارات. اللي رايح واللي راده. أو ممكن نسوي هذا بكبرة دوار. عندنا منطقة، عندنا مكان، عندنا أرض، عندنا. عندنا مكان أصلا. هذا دوار والحين استوى جونكشن. وهذا ممكن يكون بالطريقة هاي. مو بأحلى شيء، لكن حاليا بالنسبة لي هذا وايد عملي. وهذا بعد تفضل بالطريقة القديمة. أنا هذا لازم أطلع بطريقة. لحظة. هذا خط ثاني. زين ليش؟ لان هني عنده مفترق كبير. هذا سويته كأنه دوار. هذا سوي حق خطوط عشان ما يتزاحمون. هني خطين، هذا خطوط عشان ما يتزاحمون. بس استوى شيء ضخم على فكرة، استوى شيء ضخم. انا ما اعرف مدى فعالية هالشيء هذا، لكن You just announced our beautiful city won most attractive city award. اوكي شكرا. انزين لكن هذا في احتماليات ضخمة، يعني هالقطار هذا لون القطارات هاي ممكن تسوي لنا شيء جميل، شيء جدا جميل. بس التصميم لكنه صعب الصراحة، التصميم صعب. بس يمكن احنا عقب كارغو هاربر وهالامور. شكرا، فتحنا هون وصلنا 32000. انا خاف اني طولت في الحلقه عليكم. ف لحظه، في كهرباء واصله له؟ لا. اوكي وصل له الحين كهرباء. شكرا. شوف كيف يوقف هنا. ما يوقف هنا، يمر. انا ما سويت اي باي باس على فكره، يعني ممكن على اساس ما اوقف الزحمه اصلا هني. بجرب عده طرق، بنشوف كيف ممكن نسويها. شوي ذكرني في ترانسبورت فيفر. شيء جميل الصراحه ترانسبورت فيفر على فكره. حاول اخليه ما يوقف في القطارات، يعني اذا فرضا وصلنا لدرجه المكان كامل فل ممكن يطوف المكان. في باي باس من الدوار، مش لازم كل واحد يدور الحين يبي يدخل وين؟ محطة القطارات هاي. ممكن الغي الشارع هذا على الدوار الرسمي. لكن بيشل هذا، بيشل وايد. حتى هذا في مجال انه نكبر على فكرة. في مجال كبير انه نكبر، بس خليه تشوف. شوف يتريون بعضه. لا الحمد لله انه طوله ممتاز. امكانك طول فيه طول. زين. وين يبي يروح هذا؟ إذا افرض واحد يبي يطلع من هني يقدر، ها يقدر يطلع هني يهني. بس مشكلة حد يقدر، فخلنا نسوي مكان بالطريقة هاي. هو كامل مشبوك، كل حد يقدر يروح كل الاتجاهات. خبصه هو، بعدله بعدين إذا احتجت إني أعدله، إذا كبرت بطريقة إني أقدر ولا محتاج إني أعدله. أطلع من هني خذ يوتيرن هني. انا احس اني ضيعتها انت مصدق. فازين ما يبي يدخل بالتري ستيشن، تشوفوا ما يبي يدخل هناك. بس وين يبي يروح هذا؟
اوكي هذا بيرجع المدينة لفة حصلنا منها فايدة على طول. شوف الجسر شو وضعه جميل ولا؟ خلنا ندق على القطار ندق فولو ونشوف الجسر. لا والله جميل المنظر. ما يستوي سكيب يعني لازم ادق عليك وتسوي لهم فولو. اوكي زين في زحمة هني في شو اسمه في ناس. انا هني بزيد الزحمة. انا اتصور لان هالقطار ولا محطة الباصات راح تكون ضخمة. فليش عندي مشكلة زبايل؟ لحظة ايوه هذا الشيء اللي نسيته. حطي ثلاثة عند بعض مش واحد ثلاثة مرة ثلاثة حق المدينة هاي. يلا طلعوا سيروا نظفوا البقعة سيروا شيلوا الزبايل المتراكمة من العالم انتهي يعني. المشكلة هالطاقة بعد بروحة ترى مش موصول شيء ثاني. خلنا نشوف كيف شغال. لا لا زين وايد زين وايد زين وايد وايد زين. بس نبغى الكاباسيتي يكون عالي يعني اذا واحد بيطلع مهني الصبح دوام ولا شيء بيتلعب الصح. يس كونفيرم. انا عجبني الموضوع. انا عجبني حطي محطة الباصات اللي بالعكس هاي عرفتوها هاي هاي بعد شكلها فنان لان هني ما بوصل شيء ثاني. لحظة متأكد انا ما بوصل مدينة ثانية هني. هي بدبرها عقب. هذا شوي بيكون اريح في التوصيل. لحظة هذا جاي سيدة. انا ليش اسميه للدنيا؟ لحظة ويت انا بخبركم. نسيب الطريقة هاي زين اختار بالطريقة هاي اختار بالطريقة هاي اختار بالطريقة هاي اختار الأخير الطريقة هاي. هذا نقدر نسوي كروسات عقب إذا بغينا بس الحين ما بحتاج أكثر المفروض. That congratulation new station and شو؟ and the fluid. عليك نور. استانسوا العالم ها يحبون المحطات الكبيرة. وشوفوا الزحمة اللي هنا شوفوا 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 الزحمة. بتينا القطارات من هنا. ليه هذا الشارع يشيل مليون قطار؟ لا تحاتوا يعني طاب عادي هذا بعيش المليون قطار. بس هذا خابص والد والدين. انا ما اعرف بدور لي طريقة اني انا تو فيو سيرفيسز. ليش no more city services near this building. بس في حركة قطارات جميلة عنا. ممكن اسوي ستيشن صغار على فكرة. ممكن اسوي ستيشن صغير هني اوصله في الخط هذا اخليه يستعمل لاين ولا لاينين من هني بس بالعكس. ولا اسوي كروس حق اللاين. بس هو شو السيرفيس اللي باخ اقول لكم؟ خلينا نحط لنا هني شيء. اول شيء خلينا نحط لنا شيء لان هني اندستري قوي. الاندستري يستاهل تمثال. سويت المربعات شوي صغيرة انا صح؟ بس عادي ترى ممكن شو اسوي؟ كان اهدم هذا زين I can also undo this one. ببهدل الدنيا الحين صبر. كنسل البقعة هاي بكبرها اقول. سوي سان اوف اندستري وخلاص اللي على الجنب يتمون مو مشكلة. يبالنا سان اوف اندستري هني بيكون وايد حلو. فيري نايس فيري نايس. في خدمات مش موجودة هني. هي هاي سكول اللي عندنا ما يكفي. بنسوي هاي سكول اللي هو مال الطاقة اللي هو الكرياتيف
مال مبدعين، احتاج مبدعين، احتاج مبدعين شيء لابد منه. كان اللي ما في مبدعين غير مثمر. انزين نسوي لهم، بس هاي حاليا بسوي لهم ياك اخذ، ما بسوي لهم شيء ثاني. وايد عليهم اصلا. كوميونيتي بول سوينا لهم جيم، عالم تروح ترد عليه. بس الدنيا القطارات حلو، يرد صفر مرة ثانية. نشوف هني الترافيك، بعده في ترافيك مع كل القطارات. بس هني قطارات قامت تشل وايد الحين شوي شوي، بتبدأ يشل أكثر. بابليك ترانسبورت مترو ما شاء الله شال، لا 500 وشي يشل. المهم هذا بالنسبة للمدن عالم القطارات، ولا مدينة القطارات، ولا اللي حابين تسمونه انت شو بنسميه. في باسنجرز يتريون قطارات، بس شوفوا كم بيشل هذا من 240، والردي عندي 100، بينزل وبيركب فل، خلاص فل. ما اعرف كيف ممكن اضيف قطارات زيادة انا على اللعبة. يعني شفت يسوونه كش اسمه، مود، لكن الحين اشوف كمية القطارات مناسبة نوعا ما، نوعا ما مناسبة. بيفضي هذا اللي بس بيحمل، هذا فضة، ما حد واقف على اللين ماله. شو القطارات تزيد اوتوماتيك شكله، شفتون شلوا الزحمة كامل، شل 300 وشي نفر. الزحمة كانت على الاول على منو؟ على لاين واحد بس، الحين استوى الزحمة على 12 لاين داخل توتل، ممكن 12 خطر. شوف 6 12 خطر، كل موقف واحد، كل موقف اثنين قطارين. المهم نشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية، وهاي من مدينة القطارات، ونشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله. لا تنسون لايك سبسكرايب شير كل ده على الحلقة هاي ان شاء الله، ونشوفكم في حلقات قادمة. على خير.